يقول السائل: هل يقدم في الصلاة الرجل الحافظ لكتاب الله وإن كان لا يعرف الأحكام، أم يقدم الذي ليس بحافظ ولكنه عالم بالأحكام؟ يقدم الأقرأ الفاهم لأحكام صلاته، إذا كان يجيد القراءة ويعرف أحكام الصلاة فإنه يقدم، أما إذا كان يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الصلاة، يعني اجتمع عندنا اثنان، واحد يعرف الفقه ولا يعرف القراءة، واحد يعرف القراءة ولا يعرف الفقه، لا شك أنه يقدم الذي يجيد القراءة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيقدم الأقرأ على الأفقه. نعم.